بعد الحديث الطويل حول منطقة صفار وكل المعلومات والفرضيات اللي تعرفنا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، لازم نحكو ولو شوية واش خلاه لينا عصر ما قبل التاريخ والغموض اللي راه ربما يكون مدفون في أعماق الأرض في ناحية تامن غصت. السلام عليكم، راهي لحقت الحلقة الأخيرة من سلسلة تامن غصت الخفية، السلسلة اللي حاولت ولو بالشيء القليل نعطيكم معلومات اللي بالك ما كنتوش تعرفوها من قبل، والمعلومات اللي بحثت عليها أنا شخصيا وقريت عليها وسألت عليها كثير من الناس من أهل المنطقة. نعلمكم أني من 2015 وأنا نزور منطقة تامن غصت، صورت كثير من المناطق منها الشمالية، وأهم منطقة معروفة فيها هي منطقة الأسكرام، والمنطقة الجنوبية اللي معروفة بتصيري مهكار، المنطقة اللي سحرتني جمالها طبيعتها مثل ما سحرت كثير من المصورين المحليين والعالميين. ولكن مع الوقت صارت النظرة تاعي لها ما رهيش منطقة عندها غير جمال طبيعي، ولكن منطقة اللي عندها تاريخ ما رهوش كأي تاريخ. صحيح الناس سمعوا كثير على منطقة صفار اللي صار عليها حديث كبير في السنوات الأخيرة، ما ننساوش أن منطقة تامن غصت تحتوي على ثاني أكبر موقع في الجزائر اللي يحتوي على رسومات صخرية والنقوشات الصخرية كذلك، رسومات اللي خلات تاريخ حضارة وتاريخ ناس اللي حتى اليوم ما عرفناش شكون هما، ومن غير الرسومات كذلك خلاونا شيء مهم وشيء اللي راه معروف على الساحة العالمية، ألا وهو موضوع التيميلوس. التيميلوس ولا كما نسميه شخصيا المنشآت الصخرية، وهي منشآت اللي وجدوها كثير في صحراء تامن غصت أو كما يسموها أهلها تامن غصت. والشيء الملاحظ أن هذه المنشآت الصخرية نوجدوها كثير في المناطق اللي ما راهيش سياحية، وربما حسب الاجتهاد التاعي يمكن نلاحظ أنه عدد المنشآت هذه في منطقة تامن غصت أكبر من عدد منشآت نفسها في منطقة جانت، حيث لو كان نروح نحوسه في تطبيق جوجل ماب نلقاه أنه في جبل واحد يوجد كثير من هذه المنشآت دايرين حوله. التيميلوس قالوا عليها بزاف مؤخرا أنها متجهة نحو القبلة، ولكن أنا شخصيا لما اتجهت لمنطقة عين مقل في 2021 لاحظت أنه يوجد بعض أنواع التيميلوس وربما يكونوا واحد أخرين في مناطق أخرى ما راهمش متجهين نحو القبلة. والحاجة الثانية أنه متعودين الناس يشوفوا شكل واحد للتيميلوس أو ربما شكلين، ولكن أنا شخصيا وجدت شكل مغاير تماما لوجه وجدوه موقف. هذا الشيء اللي خلاني نحوس أكثر وأكثر في هذا الموضوع، وخلاني كذلك نسأل أهل المنطقة ونقرأ كثير حول هذا الموضوع. الشيء اللي حيرني أنه حتى الحلي لمنطقة تامن غصت متعلق بهذا التيميلوس، ومن هنا يبدأ الغرائب أنه يوجد فيه نوع من أنواع الحلي في منطقة تامن غصت يسمى بالمفتاح، ولكن لما نروح ونقرأ على التيميلوس نجد أن بعض أنواع التيميلوس تسمى المفتاح وعندها نفس الشكل للحلي. الغرائب اللي متعلقة بهذه المنشآت ما توقفتش عند الحلي ولا ما توقفتش عند منطقة تامن غصت فقط، ولكن عندها علاقة حتى بأمور ومنشآت عالمية، حيث لو كان نحوسوا على صور متعلقة بالمعابد العالمية المبنية منذ القدم نوجد أن يوجد نقاط مطابقة تماما لبعض النقاط أو علامات لنوجدها في التيميلوس. بعد ما قريت على هذا الموضوع في كثير من المواقع على الانترنت فكرت أنه نسقسي أهل المنطقة وخاصة المرشدين السياحيين. أول إجابة كانت عندي من عند أحد المرشدين أنه هذا التيميلوس هي عبارة عن قبور، واختلاف أشكال هذه القبور إن كانت قبور قادر يكون متعلق بهبة الشخص اللي مدفون فيها، ولكن كان يرى في الموضوع أكبر من هذا وقالوا أن هذا التيميلوس عبارة عن مفاتيح للأرض مثل المفاتيح اللي وجدوها في الحلي. كان كذلك بعض المرشدين اللي قالوا لي أن هذا التيميلوس هو عبارة عن مرجع اللي يعطينا اتجاه اللي نقدر نمشي عليه ونلقاو فيه الماء أو حتى الأبيار. الحلقة هذه هي الحلقة الأخيرة وربما خلات في بالكم تساؤلات كثيرة، لقد ربما تشجعني باش ندير أبحاث واحدة أخرى
وإن شاء الله نعطيكم معلومات أكثر وأكثر في هذا الموضوع، ونديروا سلسلة وحلقة جديدة اللي تقدر تزيد لنا في الثقافة تاعنا حول منطقة تامن غزة ولماذا كل الجزائر. وكل هذه المعلومات اللي عطيتها لكم وربما تقدر تكون جديدة عليكم، ما تبين غير حاجة واحدة، أنه أرض الجزائر تخفي كنوز كثيرة، كنوز مادية وكنوز تاريخية ما علينا غير نحافظوا عليها. في نهاية هذه الحلقة وبالطبع يعني السلسلة، لازم عليا نقدم الشكر الجزيل لكل أهل المنطقة اللي ضيفوني ورحبوا بي وما زال يرحبوا بي وما زال يعطوني أخبار جديدة عن المنطقة ومعلومات جديدة بخصوص تاريخها. فلولاهم ما قدرش نعطيكم كل المعلومات اللي شفتوها في هذه الحلقات. إلى الملتقى، وخير الختام سلام.